دماغي. هو ايه اللي حصل ده يا اسطى؟ هو انا كنت بحلم يا اسطى ولا ده بجد؟ خلاص يا رياسة، بقى اللي حصل حصل يا رياسة. حصل ايه؟ خرب بيت سنينك. انت عارف احنا خسرنا كام؟ ما هو يا رياسة، احنا برضو كان لازم نخسر الخسارة دي. احنا لازم كنا ناخد على دماغنا عشان نفوق. ناخد على دماغنا ايه يا حمار؟ ده احنا هيبتنا راحت، ده احنا ما بقيناش نافعين. زمان اخصمنا، دلوقتي فرحانين فينا. ايه الحق مين جاي؟ هو انا مش قلتلك ان حقي هيجيلي؟ والنبي ما ناقصاك ابو صلاح دلوقتي. انا بس بقولك ان دي مجرد بداية يا مان. انا دلوقتي مرضي وحقي رجالي، ولسه اللي جاي اكتر. سيبك منه يا رياسة، ده عيل شمتان تعبان خريان مدريان. انا يلا، انا ما تاخدنيش معاكو في الفرقة. اخدك فين يا اسطى؟ هي رحلة يا اسطى. انا تربولي عقد نفسية يلا، مرة الكتف يو، ومرة طلعني عيل صغير قدام الناس عمال يعيط. ها خلاص يا ابو صلاح، صلي على النبي. وانا اللون الابيض مش لايق عليا ولا ايه يو؟ وانا اطلع من الزمالك وانا صغير عشان الاقيكوا دلوقتي؟ عليا الطلاق ما ناقصاك ابو صلاح. بس يلا، كل قوي وفي الاقوى منه. انا حق رجالي. طب بس استهدى بالله، بس انا حق رجالي.